بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا اللي بفرح جدا الحقيقه ما باجي اجتماع الرجاله، يعني اكتر من اي اجتماع تاني في الكنيسه. الاجتماع ده فيه بركه كده، وربنا يحافظ عليك، ويعني يفضل الاجتماع ده على طول شغال وناجح بتواجدكم في الكنيسه ومحبتكم لبعض ومحبتكم للكنيسه ولربنا. النهارده نتكلم على موضوع ذا واي تو سكسس. انا مش عايز في الاول حد يفهم ان هو لما ابونا بيتكلم على الويت سكسس ان معناه كده ان ابونا مش السكه وصل للاخر خلاص وبيكلمكم من المكان اللي هو يعني انتهى اليه بالنجاح الكامل. لا، اي كلام بنسمعه في الكنيسه هو قناعه الاب الكاهن ان ده الطريق اللي اترسم من خلال الكتاب المقدس والاباء القديسين للحاجه للغايه دي. احنا كلنا ماشيين مع بعض في السكة في الطريق، كلنا بنجاهد عشان نوصل في يوم من الايام ان احنا نبقى ناجحين. تكليل النجاح بتاع الانسان هو الخلاص، والحقيقة هو ده الالتيميت سكسس. يعني صحيح في الطريق بقى في حاجات كتيرة قوي، محطات بتقولنا الانسان ماشي في الطريق الصح. ففي الاول بس احب اوضح ان انا بتكلم كشريك مع حضراتكم في الطريق اللي احنا ماشيين فيه، بنجاهد وبنقع وبنكسب وبنخسر، بس كلنا بنترجى في الاخر ان احنا نوصل الى يعني النجاح اللي ربنا رسمه الينا في ملكوته. فهنتكلم النهارده على نقطتين. اول حاجه، في مبادئ خمسه وفي عدسات خمسه. مبادئ خمسه وعدسات خمسه لموضوع النجاح. المبادئ الخمسه هنقولهم بسرعه، والتركيز اكتر هيبقى على العدسات الخمسه، ازاي الواحد يبقى عشان يشوف الطريق اللي هو ماشي فيه يبقى شايف صح. المبدأ الأولاني هو أن لا يمكن الإنسان يكون ناجح غير لما يقتني الحكمة، وبدء الحكمة هي مخافة الله. فبالتالي ومخافة ربنا مش مجرد فكرة، يعني مش مجرد الواحد يقول في ذهنه إيه أنا بخاف ربنا، لا، مخافة ربنا دي قناعة بتترجم في حياة معينة. يعني بدون اقتناء الحكمة لا يمكن الإنسان يقتني أبدا النجاح. والحكمة ما هياش الذكاء على فكرة، الكثير من الناس أذكياء جدا، ويمكن الاي كيو بتاعهم احنا يعني ما نقدرش حتى ندركه، ولكن الحقيقه حياتهم فيها مستوى من النجاح ومستويات كثيره من الفشل. فالحكايه دي ان الواحد يبقى في ذهنه ان هو يصادق الحكمه، والحكمه هي شخص السيد المسيح. بدايه الحكمه هي ان الانسان يبتدي يعتبر وجود الله، ربنا حاضر، ربنا موجود، ربنا بيبص عليه، ربنا بيحاسب، ويبتدي بقى يتصرف على الاساس ده. من هنا يبتدي يحط رجله على طريق النجاح. دي أول مبدأ. المبدأ الثاني هو تعريف ما هو النجاح بحسب فهم الكتاب المقدس وحسب تعريف ربنا. لأن احنا لو عرفنا النجاح إن أنا أقتني مثلا مقتنيات معينة، يبقى عندي وظيفة معينة، عندي مال بشكل معين، فالحقيقة كل التعريفات دي تعريفات قصيرة جدا عن النجاح. في ناس كتيرة أوي تمتلك أشياء كثيرة جدا وهم بيبقوا نابغين في أعمالهم، ولكن يا ترى هل هو ده النجاح الحقيقي؟ الحقيقة لا، النجاح له يعني تعريفات كثيرة، ولكن تعريف الكتاب المقدس أو لما بنشوف الكتاب المقدس على تعريف النجاح هنجد حاجة مشتركة. مفيش عبارة بتقول النجاح هو كذا، لكن نجد عبارات معينة أو نجد أحوال معينة بتقول إن الإنسان ده ناجح. زي مثلا إيه؟ زي معية الله للإنسان ده. الكتاب يقول لنا وكان الرب مع يوسف وكان رجلا ناجح، إن ربنا ماشي مع هذا الشخص، أن هذا الإنسان مرضي أمام الله، ده نجاح. طيب خدوا بالكم الآية دي اتذكرت مرتين في إصحاح 39، والإصحاح ده كان معاناة ليوسف، ما كانش المجد بتاعه. اتقالت وهو في بيت فوتيفار بيشتغل عبد، واتقالت وهو داخل السجن. المرتين اللي اتكتبت فيها الآية دي هنلاقيها في نفس الإصحاح في الموقفين الصعبين دول. عشان الكتاب بيقول لنا إيه؟ إن الإنسان ده ناجح حتى وهو متعسر في ظروفه اللي حواليه. هو ناجح وهو في السجن، هو ناجح لأن ربنا معاه. هنا أصبح تعريف النجاح مختلف. لو أي حد بيبص على يوسف في الإصحاح ده، واحد بيشتغل عبد، إيه النجاح في العبودية يعني؟ أو واحد دخل السجن، إزاي الإنسان ده ناجح؟ فدي حاجة تلفت نظرنا إن معية الله للإنسان تخليه ناجح حتى لو هو الظروف اللي هو بيمر بيها ظروف صعبة. فدي حاجة. الحاجة التانية اللي نجدها في موضوع النجاح ده في التعريف بتاعه، فكرة الإنسان يقدر إن هو يحفظ توازنات كثيرة في حياته. بمعنى ايه؟ يتوازن في علاقته بالله، ويتوازن في علاقته بالناس، ويتوازن في علاقته باسرته، ويتوازن في افكاره، ما فيش اي تطرف فيه، يقدر ان هو ينافيجيت كده السكه دي وهو محتفظ بحاجات كتيره قوي في نفس الوقت. في ناس تقدر تركز على حاجه واحده بس وينجح فيها خالص،
انه مثلا يبقى شاطر في شغله جدا ويبقى نابغ ويمكن يبقى الاول اول، ولكن على حساب الشغل او من اجل الشغل اللي هو نجح فيه ده حاجات كتيره قوي حواليه وقعت، علاقته بزوجته، علاقته باولاده، علاقته باصحابه، علاقته باهله، كل ده وقع، حتى علاقته بربنا وبالكنيسه وقعت. بس هو بيعتبر ان هو according يعني المقاييس بتاعت الناس هو ناجح. فالحقيقه دي حاجه تانية، ان تعريف النجاح هو معيه الله، تعريف النجاح هو قدره الانسان انه يحتفظ بتوازنات كثيره في حياته. الحاجه الثالثه ايضا في النجاح ان هو الانسان يبقى على طريق الخلاص حتى لو خسر كل حاجه. ليه بقى؟ لو سالت حضراتكم كده، ايه رايكم في لوط؟ يا ترى لوط كان انسان ناجح ولا كان انسان فاشل؟ لو احنا حكمنا عليه بمقاييس الارض هنلاقي لوط خسر الارض اللي كان فيها لما اتحرقت من ربنا، الارض ربنا غضبان عليها، وبعدين هو خارج من البلد خسر مراته، وبعدين لما خرج من البلد بناته اتعلموا من طريقة اهل سدوم وعمورة، فحصلت القصة المأساوية دي ان هم اسكروا ابوهم، قالوا ما فيش رجالة خلاص الناس خلصت، اسكروا ابوهم واتضجعوا معاه وكل واحدة فيهم في ليلة مختلفة، وخلفوا منه كمان واحدة جابت عمون واحد جابت مؤاب، وكانوا دول شعبين اصبحوا حقنة كده في ظهر اسرائيل. لوط على المستوى ده يبقى فاشل، مستوى ان كل حاجة في حياته خسرها، خسر شغله وخسر ماله وخسر مراته وخسر اولاده. ولكن الكتاب يقول عن لوط، يقول لك ايه؟ البار. البار معنى كده ان لوط ده لو احنا بنقيم حياته اوفر اول هنقدر نقول ان هو ايه؟ ان هو ناجح. ليه؟ لان الحاجة الاخيرة اللي كانت فضلاله خلاص وما خسرهاش. في كتير قوي احيانا يعني الناس تقتنع كده ان هو إيه؟ لو حياتي خسرت فيها حالي وشغلي وولادي ومراتي والدنيا كركبت حواليا فانا خلاص اتحكم عليا بالفشل. الحقيقة لا، لسه فاضل حاجة في الاخر خالص، لو كسبتها بكسبت كل حاجة، ولو خسرتها حتى لو كسبت كل حاجة تانية بخسرت كل حاجة، الحاجة دي هي خلاص. فلو احنا اتكلمنا على النجاح هنلاقي ان النجاح هنا في اول حاجة ان الانسان يبقى ماشي في معية الله، انه يحتفظ بتوازنات كتيرة في حياته، انه ما يخسرش خلاصه حتى لو خسر كل حاجة تانية. الحاجة الرابعة والاخيرة في تعريف في النجاح بحسب الكتاب المقدس ان الانسان يقتني فكر المسيح، ان يبقى تركيبة ذهني صح. صحيح في فرق احيانا ما بين اللي انا بفكر فيه واللي انا بعمله، صحيح اعمالنا كتير او بتتأثر بافكارنا، ولكن على الاقل يبقى ذهني هو فكر المسيح. فانا بحكم على الامور بمقاييس صحيحه، بشوف الامور بمنظور صحيح، ده في حد ذاته على طريق النجاح حتى لو انا لسه اعمالي مش تابعه افكاري. يعني المبدا الثالث في من المبادئ الخمسه لطريق النجاح هي الكلمه السحريه، يعني الماجيك وورد. الكلمه السحريه دي هي الديسيبلين. الديسيبلين الالتزام. الحقيقه لا يوجد ابدا نجاح في حياه اي انسان على اي مستوى، على مستوى مادي، على مستوى شخصي، على مستوى علاقاتي، على مستوى روحي، بدون هذه الكلمه الالتزام الديسيبلين. بصوا يا احباء، انا يمكن قلت الكلمه دي اكتر من مره بس انا احب اكررها. في نوعين من الالم لا يمكن لانسان ان هو يتحاشى الاثنين دول. اي انسان عايش على الارض لازم يختار واحد من الاثنين. الالم الاولاني هو الم الالتزام، والالم الثاني هو الم الندم. لو خدت ألم الالتزام إن أنا قلت لنفسي إن أنا بكرة هصحى في الميعاد الفلاني عشان أعمل كذا، عشان أصلي، عشان أنزل، عشان أروح شغلي، عشان أخلص الحاجة في ميعادها، عشان أرجع، عشان أقعد مع أولادي، علشان خاطر إحنا هنوقف مثلا نصلي، عشان رايحين الكنيسة، عشان هنصوم. أنا لما بعمل كل ده الحاجات دي فيها وجع، لأن بغصب على نفسي، بس آخر النهار بخش أنام وأنا مرتاح. فأنا خدت ألم الالتزام بس أعفيت نفسي من ألم الندم بقى. هتخيل على الناحية التانية بقى ان كل حاجة وعدت نفسي بيها انا خليت بالوعد ده، لا قمت في الميعاد ولا صليت ولا عملت الشغل بتاعي في ميعاد ولا اي حاجة من اللي انا قلت هعملها عملتها، فاليوم بقى سهل، الالم بتاع الالتزام مش موجود، انا عافيت نفسي منه. يحصل ايه بقى؟ الاقي اخر الليل خدت في حضني الم الندم بقى، الحاجات اللي ضاعت وفكرة يا ريتني. الحقيقة احباء لو احنا كلنا يعني عندنا ساوند مايند هنختار ألم الالتزام عشان ما نقعش في آخر في ألم الندم ده. الكلمة دي هي كلمة المفتاح السحري، المبدأ اللي هو لا يمكن أن إنسان يستطيع أن هو يمشي في الطريق من غير ما يبتدي أن هو يحط نفسه في تحت موضوع إيه؟ ألم الالتزام ده.
معلمنا بولس الرسول يقول لك انا اقمع جسدي واستعبده، التزام. ليه يا معلمنا بولس؟ يقول لك لئلا بعدما كرست الاخرين اصير انا نفسي مرفوضا. اذا كان الرجل ده خايف على نفسه فما بالنا احنا يعني. المبدا الرابع هو هل انا شخص ممكن يتعلم؟ Am I teachable؟ الإجابة الأسهل والأسرع هي فكرة طبعا كلنا بنتعلم وكلنا بنتلمذ، بس الحقيقة الإجابة مش المفروض تبقى بمجرد إن هي الإجابة اللي نفسي أكون عليها. الإجابة لو أنا فعلا teachable معنى كده إن أنا إيه؟ إن أنا بتلمذ، فأنا عارف بتلمذ على مين. فأنا بتلمذ على مثلا الكنيسة، فأنا بقرأ من الكتب، بقرأ من الآباء مثلا. بتلمذ على اب اعتراف، فانا ليه اب اعتراف وبتكلم معاه، وممكن ان انا اخضع نفسي لتدبير حتى لو انا مش مقتنع، بس لمجرد ان انا ابقى تلميذ، ان انا ببص حواليا واشوف واشاهد واقارن واتعلم، اقارن عشان اتعلم. Am I teachable ولا لا؟ الحكايه دي برضو موضوع من الحاجات اللي هي بتخلي الانسان قادر في كل وقت ان هو يصلح، انه يعمل حاجه احسن مهما كان تقدمه في السن وفي المعرفه. لو انا انسان يعني بتعلم انا على طريق النجاح. الحاجة الاخرانية هو ان في حاجتين في حياة كل انسان على طريق او بيسعى في طريق النجاح، حاجات هيسيبها لازم يسيبها، وفي حاجات ان هو ما يعني لازم يتخلى عنها بمزاجه يعني عشان يقدر يوصل لحاجة احسن بعد كده يعني. بمعنى ايه؟ لو انا عايز مثلا ان انا اقتني صحة كويسة يعني، فلازم اتخلى عن اكل معين، ده حاجه كده ستريت فورورد يعني. ده لو انا على مستوى الصحه عايز ان انا ابقى ديسيبليند انف. لو انا بتخيل ان انا ممكن ابقى في صحه جيده وانا لا امنع نفسي من اكل اي حاجه خالص، بالتاكيد يعني هتبقى هنا في مشكله. فلازم اسال نفسي كده ايه الحاجه اللي انا محتاج ان انا اتخلى عنها، وان انا خلاص اجيب طب خلاص اجيب توي. موضوع الاكل ده موضوع بسيط وسهل يعني، لكن في حاجات تانية مثلا اعمق من كده شوية. زي ايه؟ زي مثلا لو انا عايز احتفظ بسلام البيت مثلا. طيب سلام البيت طبعا حاجة بتخلي الانسان يشعر ان في نجاح. طيب يا ترى ايه اللي انا هتخلى عنه من طباعي او احيانا من حقوقي حتى؟ وانا ممكن افضل اتخانق طول الوقت عشان اطالب بما هو حق. انا مش بقولك انت بتتخانق على حاجة غلط يعني، ولكن بعد ما اتخلقنا الخناقه نمره 200 ولا 500 وبعدين ما حصلش حاجه. طب وبعدين واخرتها ايه يعني؟ الفكره ان هو اصل لازم هي لازم هو الكلام ده في الاخر ممكن على المستوى النظري عندك حق، ولكن على المستوى العملي واخرتها لما تقعد تتخانق واللي قدامك مش بتغير، في الاخر انت عايز تحتفظ بسلام بيتك، يضطر سلام البيت ده ممكن يكلفك ايه. ففكرة ان انا ممكن اتخلى عن حاجات كده هي من حقي. زي مثلا ايه؟ ان انا اتخلى عن راحتي مثلا. وممكن واحد يخش البيت يقول لك ايه، انا مش واجبي ان انا اروح مثلا ادور ورا ده ورا ده واشوف مين كال ومين شرب ومين صح ومين نام ومين عمل الواجب ومين غسل المواعين، ده مش واجبي، ده واجب الست اللي في البيت. صحيح حقيقي، ولكن افرض نتخيل يعني ان اللي هي اللي معاك ما بتعملش كده، ما بتعملش واجبها يعني، يا ترى هتختار ايه؟ هتختار تتخلى عن راحتك وتقول اعمل انا الشغل، ولا تقول لا لا ما ينفعش الشغلانه دي ونتخانق وما تعملش الشغل ونفضل البيت دايما في حاله من التوتر يعني. الحاجات دي كلها احباء فكره الحاجات اللي هتتخلى عنها عشان اوصل لنتيجه معينه، هنلاقي الكلام ده يندرج على علاقاتنا، على اجتماعياتنا، على اسرنا، على روحياتنا ايضا. ايه اللي انا هسيبه علشان خاطر انجح في طريق ربنا؟ المبادئ الخمسة دي مبادئ مشتركة، واعتقد ان احنا يمكن ما نختلفش عليهم يعني. نيجي بعد كده، بعد قلنا اتكلمنا على خمس مبادئ، بعدين نتكلم على خمس عدسات. الواحد لما بيكون نظره يعني على قد الحال فبيلبس نظار، ولكن ايضا فيه عدسات للبصر وعدسات للبصيرة، وعدسات البصيرة اكثر اهمية واكثر تأثيرا في حياة الانسان. الانسان يبقى بصيرته واضحة والفوكس بتاعه مظبوط، ودي بقى الحاجات اللي هي الحاجات الصعبة، لان دي محتاجة يعني روح الله يعمل في هذا الانسان يعني. عشان كده احباء نرجع تاني لمخافة ربنا. الانسان اللي خايف ربنا انسان تايب، والانسان التايب روح الله ممكن يقوته.
فلما روح ربنا يقوده يديله ان هو يبقى عنده حتة الاستبصار وعنده العدسات دي. ايه الخمس عدسات دول؟ العدسة الاولى هي لو عايز فعلا تدور على النجاح ما تقعدش تبص حواليك ولا تبص براك، ما تبصش برا خالص. يعني كتير قوي احنا بنشتت نفسنا وبنتعب وبنتعب لما ابتدي اتخيل ان الحل بره. الحل بره بيخليك انت دايما قاعد تحت رحمة حد. الحل حتى لو هو شكله بره، ولكن في الاخر لو استنيته مش ممكن ابدا تعرف تتحرك لقدام ولا تنجح ابدا. في قصة، يعني قصة رمزية بس قصة لطيفة، عن طفل يعني عاش في حتة كده في مكان تحت جبل، وعايش هو أسرته وأسرة بسيطة وإمكانياتهم محدودة، وكان يطلع بره البيت بتاعه يبص فوق الجبل كده فيلاقي بيت بيلمع فوق الجبل، فيقول يا سلام البيت ده أكيد الناس اللي فيه دول عايشين فرحانين جدا، ده بيت من ذهب، فيا ريت في يوم من الأيام يبقى عندي البيت ده أو أنا أقتني البيت ده. قعد الطفل ده كل مناه في الحياة إن هو في يوم من الأيام يبقى في البيت ده. كل اللي بيفكر فيه هو لو وصلت البيت ده واقتنيت البيت ده هبقى انا اسعد واحد في الدنيا. لغايه لما كبر وبقى شاب صغير كده، فقال لابوه انا عايز اخرج واشوف العالم. فابوه قال له مفيش مال. فخرج الشاب ده وقال لك اول حاجه اعملها ان انا اطلع اشوف البيت ده، الناس وصلوا البيت ده ازاي وعايشين في البيت الذهب ده ازاي. قعد سافر وطلع لغايه ما وصل لغايه الجبل. اول ما وصل عند البيت اللي فوق الجبل ده اللي هو من الذهب، فبص كده لقى بيت بسيط وفيه شبابيك ازاز. خبط على الباب، ففي حاجه غلط، ايه فين الذهب اللي كنت بشوفه من تحت؟ فخبط على الباب ففتح له شاب من سنه كده، فقال له معلش انا كنت عايز اسال سؤال، انا دايما بشوف البيت ده من تحت، البيت ده اجمل بيت في الدنيا ومعمول من ذهب، بس لما جيت وصلت هنا مش شايف اللي انا كنت بشوفه من تحت. فالراجل قال له لا احنا بيتنا بيت بسيط، بس يمكن الازاز اللي خلاك تشوف الانعكاس الشمس عليه افتكرت انه من ذهب، بس عايز تشوف بقى البيت اللي من ذهب بجد، البيت بقى اللي هو اجمل بيت في الدنيا تعال. فجابه كده وشاور له قال له بص البيت اللي تحت ده بص عليه بيلمع ازاي، اهو البيت ده معمول من ذهب، انا نفسي انزل واروح انزل اعيش في البيت اللي تحت ده. الحكايه رمزيه بس فيها الفكره بتاعت فكره ان هو دايما حاجه بره هي اللي كويسه، الحاجه اللي برايه هي دايما الحاجه الحلوه. الحقيقه لو عملنا كده يا احباء احنا بنعطل نفسنا عن ان احنا نتمتع بالفرح والنجاح اللي ربنا اعطاه لينا. الابن الضال كان بيبص بره، عشان كده فقد احساسه بالمكان اللي كان عايش فيه، ما خدش باله الا لما اتحرم منه وطلع بره وفقد كل حاجه، وابتدى يرجع لنفسه كده ويقول لك ايه اللي انا بعمله في روحي ده، كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا هنا اهلك جوع. ما نبصش برانا، بص جوه دايما، انا اتعلم ايه، انا اقتني ايه، انا اتغير ازاي، انا اتكيف ازاي مع الوضع اللي احنا عايشين فيه ده. واحده من الحاجات اللي احنا كلنا يمكن اللي فيه كل دخل الجيش مثلا، بس خش الجيش خد على طريقة معينة في حياته في بيته، بعدين اول ما يخش الجيش يلاقي مستوى تاني خالص. الانسان اللي بيقدر يعدي ايامه في الجيش بالمسترة هو اللي بيعمل ايه؟ اللي بيتعايش، اللي هو خلاص هنعيش بالطريقة دي. فاكر في الوحدة اللي كنا فيها، فعساكر ومنهم عساكر ناس مؤهلات يعني او داخل بيقضي سنة، فما كانش الوحدة دي بتاعتنا وحدة بسيطة كده، فكان فيها يجيبوا لنا الاكل في جردل كده رز وجردل طبيخ ومفيش اطباق. فالعسكري كان يجي كده بالبري بتاعه ويحطه كده، وبعدين يروح العسكري اللي بيوزع يحط له شويه رز في البري ويحط عليه شويه طبيخ، وبعدين يروح مطلع كرنيه من جيبه ويعمله معلقه. فانت ممكن تعرف هم اكلوا ايه امبارح، طلع يا ابني الكرنيه انت اكلته فاصوليا. او شم لما يروح يغسلوه بعد. بس يعني هي الفكره ايه، ان هو لو بص بره واحد يقول ايه المفروض الناس تعمل كذا، المفروض الناس تعمل كذا، هيحصل ايه؟ اولا هيخش في الفيكتيم مينتاليتي، في فكره الضحيه والاشفاق على النفس، وخلاص بقى مش هيقدر ان هو يتعايش مع الوضع ده. لكن اللي هو اللي بيتعايش ده هو قال لك ايه؟ قال لك الحل من جوايا انا، هي سنه نقضيها بالطول ولا بالعرض خلينا نعيش. الحقيقه الفكره دي فكره واحده، يعني انا اقول لكم على حاجه من الحاجات اللي انا اؤمن بيها بالنسبه لمصر. مصر فيها حاجات كتيره قوي سلبيه احنا كلنا عارفين، بس فيها حاجه ايجابيه عظيمة جاية من 7000 سنة اللي احنا بنقعد نتكلم عليهم دول، هي قدرة الشعب على ان هو يسرفايف، انه يتعايش مع اي حاجة. يعني الحاجة بجنيه ما شغالين، الحاجة بمية جنيه هنشوف لها حل،
هنلف حواليها كده ونشوف هنعيش ازاي. دي حاجة الحقيقة من عبقرية الزمان يعني في مصر. ولكن نرجع تاني لفكرة، فكرة ما تبصش بره، بص جواك انت هتعمل ايه عشان تتكيف على الوضع اللي انت موجود فيه ده. الراجل المشلول اللي قاعد على البحيرة بتاعت بالصيدة اللي هو 38 سنة مشلول، السيد المسيح لما راح سأله قال له انت عايز تبرأ؟ فقال له ايه؟ ليس لي احد يلقيني في البرك. ايه الكلمة دي معناها ايه؟ ان انا مستني الحل يجي منين؟ من بره، حد تاني. طيب لو سألنا الراجل ده ودخلنا معاه شوية كده، الراجل ده يعمل لك ايه؟ اللي انت مستنيه ده ليس لي احد، لو ليك حد يعمل لك يرميني في البرك. ليه؟ اصل الملاك بيحرك البركة، فاللي بينزل الاول بيخف. طب ما في طريقة تانية، هو مين اللي بيبعت الملاك ده؟ ربنا. طب ما تكلم ربنا مباشرة. لكن هو قاعد طول الوقت عمال يقول ايه؟ لا حد ينزلني في الماء، ليس لي احد. ليس لي احد دي احيانا بيبقى عنوان حياة البعض مننا، ليس لي احد. فبالتالي انا بوقف نفسي عن حتى المحاولة ان انا اتكلم، ان انا اتصرف، ان انا اعمل حاجة، ان انا اتعايش في الوضع اللي انا موجود فيه. السيد المسيح لما قال ها هو ملكوت الله داخلكم جواك انت، كل الفرح وكل الفشل من جوه، كل الكفاية وكل الجوع من جوه، كل القداسة وكل الشر من جوه. العالم يا احباء بيظهر لينا الحاجة اللي جوانا، العالم مش هو اللي بيخلينا على شكل معين، العالم بيظهر الحاجة دي. احنا عرفنا ان يوسف راجل قديس ليه؟ لان العالم ضغط عليه جدا جدا، فهو وقف قصاد الحاجة دي وقال كيف افعل هذا الشر العظيم واخت امام الله. يوسف كان ممكن يقول ايه؟ اصل والظروف وانا اتبعت واخواتي بقى ربنا يجازيهم، والحته اللي انا فيها ما فيهاش كنيسه، وانا عندي 18 سنه والست بتضغط علي. كل الاعذار دي اعذار قويه جدا جدا ومقنعه، لكن يوسف كان ملكوت الله في داخله، فوقف قال لك انا ما اقدرش اعمل كده. يوسف طبعا هيحكم، هيدين العالم في الاخر لما الناس تقف ويقول لك اصل كانت الظروف، فيجي واحد زي يوسف ده ويقول لك يا جماعه انا كنت في الظروف دي وانا يعني بنعمة المسيح، بنعمة ربنا يعني قضيت ان انا اعديه. الحكاية دي مهمة قوي. واحد زي سان بول مثلا، بولس الرسول ده بيبشر العالم كله، ايه الامكانيات اللي معاه؟ ولا حاجة خالص، لا عنده فلوس ولا عنده يعني مثلا قوة ولا مركز ولا اي حاجة. طب الراجل ده عمل كده. واحد زي ماري مرقس ده دخل مصر بشر ازاي؟ من جوه، من جوه قناعة بني ادم غيرت بلد بحلقة أو غيرت العالم كله. ما تبصش براك، العدسة الأولانية خليك باصص دايما جوه، إيه اللي ممكن يتصلح هنا. العدسة الثانية هي عدسة القيمة الأعلى. إيه القيمة الأعلى؟ القيمة الأعلى لازم إحنا يبقى في حياتنا هي موضوع على فكرة الخدمة. والخدمة مش بقول بيها الخدمة يعني نترجمها إلى خدمة حد بره، لأن قبل ما ندور على الخدمة بره ندور على الخدمة جوه حياتنا وبيوتنا الأول. في قصة لطيفة برضو على واحدة سيدة غنية جدا عندها محل للمجوهرات. فالست دي بيجي لها أغنى ناس في المدينة، وكان عندها يعني خاتم عليه جوهرة هي الأغلى في البلد كلها. فعملت مسابقة إن هي تدي الخاتم ده للسيدة اللي في البلد اللي عندها أجمل يدين. فطبعا كل السيدات بقى اللي هم يعني الثريات في البلد راحوا تقدموا للمسابقة وقعدوا يجهزوا نفسهم بقى بالكريمات والحاجات اللي بيعملوها دي عشان خاطر ينالوا رضا صاحبة المحل. ففي اليوم المسابقة جم بقى السيدات كلهم، كل واحدة بتوري ايدها بقى لصاحبة المحل، وطبعا يعني كلهم مجهزين تماما. ففي بنت واقفة من بعيد كده وحط ايدها ورا ظهرها، فسألتها صاحبة المحل انت ما تقدمتيش للمسابقة؟ قالت لها لا انا جاي مع ستي، انا بشتغل عندها، انا مستنيها لما تخلص عشان اروح. قالت لها طب ما تتقدمي. قالت لها انا اتقدم؟ قالت مش عارفه ايدي شكلها صعب كده. لا بس وريني ايديك. فالبنت قدمت ايديها، فايديها بقى عليها بقى طبعا كل حاجه من اثار الغسيل والمسح وما الى ذلك. فالمفاجاه ان الست صاحبه المحل قالت هي دي اللي كسبان. ليه؟ قالت علشان اعلى قيمه هي قيمه الايد اللي بتخدم. الحقيقه ده مش مجرد يعني قصة، ولكن ده المفروض تبقى قناعة في ذهني ان القيمة الاعلى في حياتي للخدمة. والحقيقة بنبص لحياتنا بتختلف تماما لما بفكر في نفسي ان انا خادم.
الخادم هو انسان قرر طواعية بمزاجه انه يتخلى عن حقوقه ويلزم نفسه بواجبات. نقول تاني، الخادم هو انسان قرر باختياره الحر انه يتخلى عن حقوقه في الغالب الاعظم يعني، ويفكر دايما في واجباته. يا بخت الانسان اللي هو يفكر بالطريقة دي. اولا هو مش متوقع حاجة من اي حد، وطول الوقت يفكر انا ممكن اخدم الناس ازاي، ممكن اسعد الناس، ممكن احسن حالة الناس اللي حواليا ازاي. طبعا يعني انا عارف ان البعض ممكن يقول لك اه يا ابونا بس ده كلام مثالي. هو الحقيقه الكلام ده مش مثالي، ده الكلام ده عاشه ابائنا وعاشه شخص المسيح، ان هو جاء عشان يخدم وليس ليخدم. الحقيقه القصه دي اتنفذت على ايد واحد اسمه العذر الدمشقي. العذر الدمشقي ده مين؟ مين اللي يعرف مين العذر الدمشقي؟ ياخد جائزه. برافو عليك، ده الخادم بتاع ابونا ابراهيم اللي هو ابونا ابراهيم بعته قال له تروح تجيب ايه زوجه لاسحاق. فتخيل واحد بعت واحد كده قال له ايه روح الارض الحته الفلانيه وشوف لابني زوجه، شوفها ازاي، جيبها منين، وايه المواصفات بتاعتها. لعذر الدمشقي ده بقى عشان متربي في بيت ابراهيم، فقعد يفكر كده ايه القيمه الاعلى للبنت اللي تناسب تبقى مرات ابن سيدي. فقال بص يا رب انا هقعد عند البير، والبنت اللي هقول لها اسقيني فتقول لي هسقيك واسقي جمالك تبقى هي دي البنت اللي انت عينتها عشان تبقى زوجة لإسحاق. هو العذر دمشق عمل ايه؟ حط اعلى قيمة على ايه؟ الخدمة. ما قالش مثلا ايه اجمل بنت هتيجي، او اشيك بنت هتيجي، او اغنى بنت هتيجي، لا لا، اللي انا بدور عليه هو كده. الحقيقة الحتة دي، المقياس ده لما بفكر فيه، حاجات كتيرة في حياتنا بتختلف. داود كان واحد من كم اخ؟ عنده كم اخ داود؟ ها؟ سبعة، عنده سبعة والتام، تمام؟ فلما جه صمويل يرسم من بيت ياسا، يرسم واحد، فياسا جاب الايه؟ جاب الكبار، الكبار اللي شكلهم كويس، اللي هي يعني ممكن يقنعوا صمويل ان واحد منهم يبقى ملك. بس ربنا كان عينه على مين؟ داود. ليه داود؟ عشان داود كان بيعمل ايه؟ ما تعزمش حتى ليه في القعدة دي؟ ده قاعدة في بيته، عشان بيعمل ايه؟ عشان بيرعى الغنم، عنده شغل، عنده شغل، فما حتى ما عندوش وقت يحضر العزومة، ابوه ما جابهوش. ده اللي ربنا عايزه بقى، ده هو ده، عشان ده الخادم، عشان ده اللي بيدور على ان هو يشتغل ويريح اللي حواليه حتى لو عزومة وهو مش موجود فيها. ممكن داود كان يعني يقول لك اصله بابا وازاي ما يعزمنيش واشمعنى اخواتي لا لا، هو راجل مركز على شغله. عشان مركز على شغله اصبح في معية الله، ولما بقى في معية ربنا اصبح على طريق النجاح. لما نبص على قصة مثلا زي رعوس، ايه اللي يخلي بوعز يعني يحب رعوس ويعجب بيها؟ يعني ايه اللي في رعوس كان ملفت للنظر؟ واحدة ارملة خادمة، خادمة واحدة قررت كده تكرس حاجة تيجي مع حماتها، حاجة يعني مثال رائع. فالبنت دي هي البنت اللي تستاهل ان هي تبقى زوجة بوعز، اللي هيجي منها بعد كده ابنهم هيبقى اسمه ايه؟ ابن بوعز هيبقى اسمه ايه؟ عبيد. عبيد، عبيد اللي هو جد داود، تمام. لو احنا بصينا بقى على مثلا المثال الاعظم في الايد الخادمة تبقى من العدرة طول الوقت، طول الوقت، حتى دلوقتي العذراء طول الوقت بتعمل ايه؟ بتشفع، بتتكلم. حتى المره الوحيده اللي طلبت حاجه كانت فين؟ في عرس قانا الجليل، وما طلبتش الروح. يعني انا متخيل العذراء وهي حامل وهي مسافره مع يوسف مثلا، وهي مثلا بيدوروا دخلوا مثلا اللي هي بيت لحم وما لقوش اوضه في الاوتيل. اسهل حاجه ان الواحد يعمل ايه؟ ترفع قلبها وتقول لي ايه يا رب خلي اوضه بس اولد فيها. ده انا رايح اولد مين؟ رايح اولد يعني ابن ربنا المتجسد. حتى الطلبه دي ما سمعناهاش من العذراء. خادمة طول الوقت، طول الوقت. فالإيد دي كانت هي الإيد الأعظم اللي ربنا فعلا يجي ويعني ولد منها، لأن هي شبهه، لأن زيه، إيدها على طول دايما في الشغل. عشان كده أحباء لما الإنسان يبقى فعلا يعني في ذهنه المبادئ وحتة العدسة دي، إن هو طول الوقت بيدور على الخدمة، إن هو أنا I value الخدمة، خدمة الناس اللي حواليا كلهم، ده عمل ولا ما عملش ما يفرقش معايا، في الآخر أنا الحاجة الأعظم في حياتي هي الخدمة، حتى لغاية لما الإنسان يبذل نفسه، حتى لغاية لما ينتهي تماما. ما أجمل الحياة لتنتهي في الخدمة. الواحد طول الوقت بيبذل 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 بيبذل
لغاية لما حياته تأتي حتى إلى نهاية. العدسة الثالثة هي عدسة إيه؟ اللي بره واللي جوه. العدسة اللي بره واللي جوه. اللي بره دايما هو اللي بيلفت النظر، واللي هو بياخد من وقتنا ومن اهتمامنا، عشان ده اللي الناس بتشوفه. داود لما او ياسه لما جه يعرض ولاده، فجاب اول واحد العيل الكبير اسمه الياب. فالياب ده يعني حاجه شكل كده، ولد طويل وشكله ملك. لكن صمويل قال ايه؟ قال هو ده بشكله كده، هو ده. بس الايه تقول لنا ايه بقى الجزء ده في صمويل الاول؟ But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see a man as a man see. For a man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. الحتة دي بقى ايه بقى علاقتها بالنجاح؟ يا ترى الفوكس بتاعي والشغل بتاعي هو على انهي حاجة؟ على اللي بره؟ ازاي انا بان؟ ازاي اظهر؟ ازاي الناس تشوفني؟ انا لابس ايه؟ انا عندي انهي عربية؟ انا عندي انهي بيت؟ انا البرستيج بتاعي عامل ازاي؟ انا كرامتي وسط الناس عامل ازاي؟ هل هو ده التركيز الاكبر والاعظم؟ ولا التركيز بتاعي هو اللي جوه بقى؟ الاجابة بتاعتها فين؟ الاجابة بتاعتها كل واحد فينا كده في اوضة الصلاة بتاعتك. اوضة الصلاة بتاعتك بتقول تركيزك فين؟ المخدع، كلمة المخدع دي. الوقت اللي انا بخش الاوضه دي واقفل على نفسي واجاهد عشان اقف واصلي واعمل مطاني وافتح كتاب المقدس واقرا واحاول اتعلم حاجه، ويبقى عندي كتاب روحي موجود على المكتب واجاهد عشان اقرا، يبقى في وقت لكل الكلام ده. صدقوني يا احباء، احنا عارف ان احنا كلنا رجاله، ويمكن اهتمامنا بالمرايات ما هوش حاجه كبيره، بس كل واحد فينا بيقف قدام المرايه يعني، حتى لو هيقف في 10 دقايق. لو الوقت اللي احنا كرسناه عشان الانسان الداخلي ده نركز عليه ووقف قدام ربنا عشان يتجمل، بتهيأ لي الحياة تختلف خالص. يعني لو بقى الوقت ده قد الوقت حتى اللي احنا بنبذله لإصلاح الخارج يعني. في برضو قصة على يعني أميرة في مملكة، والأميرة دي سمعت من والدها ان في راجل حكيم في المملكة، يعني راجل يعني دايما والدها يحكي عليه، الراجل الحكيم الراجل الحكيم. فقالت انا عايز اروح اشوف الراجل ده. فراحت سافرت هي والناس اللي معاها، فراحت عند كده كوخ اللي هو ساكن فيه راجل الحكيم ده. فبصت على الكوخ كده لقيت الراجل خارج منه انسان كده يعني شكله بسيط، فاحتقرته كده. فلما جه طلع خبطت طلع من على الباب، فقالت له انت بقى اللي بيقولوا عليك الحكيم بتاع البلد. فالراجل حس ان هي يعني واخداه كده لايتلي، فقال لها ايوه. فبصت تتامل فيه كده، فقال لها يا حضره الاميره عندي سؤال لحضرتك، هو الخمر اللي عندكم في القصر انتوا بتخزنوه فين؟ الاواني بتاعتها معموله من ايه؟ فقالت له معموله من خزف. قال لها طب وده كلام؟ الخزف ده ماده يعني تليق بيكم؟ قالت له ايه رايك يعني؟ قال لها عشان المفروض ان انتوا تخزنوه مثلا في اواني من فضه او اواني من ذهب، حاجه بحسب قيمتكم. فالست استغربت ايه النصيحه الغريبه دي؟ قالت له طيب خلاص انا هعمل كده. فراحت فعلا خزنت الخمر ده في الاواني اللي من فضه، امرت تعملها ومن ذهب حطتها. وبعدين استنت عليها بعد شهر بتبص على الخمره، الخمره باظت. فرجعت متضايقه جدا للراجل، قلت له انت راجل انت بتقول اي كلام؟ انا عملت زي ما انت قلت اهو، وحطينا الحاجه في اواني من فضه ومن ذهب والخمره باظت. فقال لها يا سيد يعني حضره الاميره، الحاجه الخمر دي عشان تتحفظ تتحفظ في حاجه بسيطه زي الفخار ده زي الخزف، ما تاخديش من كل حاجه بالشكل اللي من بره. فالست فهمت الدرس، ان في حاجات كتير قوي احيانا احنا شكلها ومظهرها الخارجي ما يقنعناش ان هي حاجه ليها اهميه او ليها قيمه، ولكن الحاجه دي بتبقى في منتهى القوه وفي منتهى العمق والحكمه. عشان كده الكتاب المقدس مثلا يحذرنا من فكره ان يقولك الحسن باطل، الحسن باطل والمنخدع به ليس بحكيم. حاجات كتير قوي احنا بنحكم عليها بالشكل من بره. لو عايزين نحط رجلين على طريق النجاح كلنا متعلم، عايزين نتعلم ان الحاجة اللي نبص عليها هي ايه اللي بره وايه اللي جوه. الاباء الرسل دول انت تخيل يعني الناس دول 12 واحد اغلبهم يعني ما كانش كلهم ناس بسطة وصيادين سمك، يقنعوا مين؟ لكن الكتاب يقول لك هؤلاء الذين فتنوا المذكور، فتنوا المذكور. حاجات كتيرة زي كده احب انا اقول لكم على حاجة. مثلا انا متخيل، انا فاكر الفكرة دي جت في ذهني
لو احنا كان جالنا 21 واحد من المنيا سنة 2014، ناس غلابة كده طلعوا في اللوتري وجم حلوا وسطينا كده، دخلوا الكنيسة كلهم مع بعض، يا ترى أول انطباع هيجي لنا هو إيه؟ يوه بقى الدنيا بقى هاصت بقى، يعني خلاص بقى المنيا ما معرفش مين فاضل في المنيا بقى. نعم، وأنا معاك يا ميشي، ما ميشي مشي هو ازاي ال 21 دول؟ واحد انتوا عارفين طبعا بيتكلم على مين؟ على الشهداء. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ الناس دول بنمجدهم ونطوبهم ونشتهي نروح الكنيسه بتاعتهم، ولا حد يجيب لنا مثلا صوره من هناك ولا كتاب عنهم عشان نقراه. الناس دول كام واحد كان ممكن يبص ويبص ويشوف القيمه دي جواهم؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ اللي بيبص على جوه، ما بيحكمش بالشكل من بره بس. الحكايه دي لازم تبقى تعلق في ذهننا، فكره اللي بره واللي جوه دي. نعمان السرياني الراجل رئيس جيش ارام ده، لما هو عنده برص، فقالوا له روح لإليشع في اسرائيل، فسافر وخد معاه هديه وراح خبط على الباب. إليشع ما طلعش من البيت بتاعه، وقال من بره كده، قال له روح يعني استحمى في نهر الاردن 7 مرات. فطبعا نعمان اتضايق. ليه بقى نعمان قال ايه بقى؟ قال انا كنت متخيل الراجل يطلع ويحط ايده عليا ويقول كلام كده يعني، فالشكل اللي هو البتاع يعني المعجزة يعني، فده بيقول لي روح ننزل في المية. طبعا في الاخر سمع كلام الناس اللي معاه ونزل في المية وخف، وكانت دي اشارة على فكرة المعمودية. احنا كتير قوي منا ناس حتى جوه كنيستنا، لو احنا اقباط وارثوذكس نبص للاسرار كده يقول لك يعني هو ده موضوع مهم قوي، عيل نزل في المية وطلع يعني. ما احنا اصل بنبص من بره، بنبص للشكل. فهو بقى القربانة دي وشوية الأباركة دول هم يعني اللي هيعملوا بقى جسد المسيح ودمه ودخلونا السماء. هم هنشوفهم ازاي دول؟ هنشوفهم بالعين اللي بتبص على جوه، بتبص على الحاجة اللي ربنا قال عليها ليها قيمة، مش مجرد ان احنا التقييم بتاعنا الخير. العالم بيحصر في الحاجات دي، عشان كده ربنا السيد المسيح ما بيقول ايه؟ ما أخفيته عن الحكماء والفهماء وأعلنته للأطفال الصغار. تلاقي مثلا يعني اهلنا في مصر ناس بسيطه خالص، كلنا عارفين الناس بيخش الكنيسه بدري قوي، الستات العجيز تلاقي عندهم يعني بساطه بس عندهم ايمان. صدقوني هنا الناس اللي بيدرسوا في كليات اللاهوت ما يفهموا منه يعني كلمه. بتشوف واحده من الناس دول وهي داخله مثلا قاعده بتتكلم مع الايقونه، حاسه ان في شخص هنا فعلا، انا مامنه ان الشخص ده موجود وانا بتكلم معاه. صدقوني يا احباء احنا لو جهدنا جهاد سنين عشان نوصل لمستوى هذا الايمان. ايه الفرق؟ الفرق ان الست دي كل حاجه في حياتها جوه، حياتها وغناها من جوه، مجدها من جوه، فتقدر تخش على الحاجات الايمانيه بمنتهى البساطه والسهوله. احنا احيانا كتير قوي لما نتقدم في العلم والمعرفه فنبقى كومبليكيت، يعني مش معقدين بمعنى حاجه وحشه، ولكن يعني كل طريقه تفكيرنا لا ازاي نحلل بقى والموضوع يعني يجي منين يعني. عشان كده واحده من الحاجات اللي احنا يمكن ننتبه اليها الكنيسه القبطيه دي. الكنيسة دي كنيسة يعني جبارة، صدقوني يا أحباء مش مجرد عشان يعني أنا أنتمي ليها وأنتوا حضراتكم تنتموا إليها. بص حواليك وشوف كده، الكنيسة دي زي حفظ بالإيمان كل هذا السنين، تعايشت إزاي في جو من الاضطهاد طول الوقت؟ إحنا بنطلع من الرومان نخش على الخلقدونيين وبعد كده نخش على المسلمين، طول الوقت الكنيسة حافظة الإيمان. آه فيها ضعفاتها، فيها ضعفاتها، لكن كنيسة عظيمة وقوية، بس اللي يبص عليها إيه؟ من جوه، مش يبص من بره. احيانا من بره كده الواحد يتعصر، بص بقى والعيال اللي بتجري هنا واللي مش عارف واللي بيصرخ واللي مش عارف بيعمل ايه وبيعمل ايه، ده منظر. معلش بس بص من جوه عشان تعرف القيمه. لو بصيت من جوه وبقى دي طريقه حياتك انك تبص للامور وتفحصها، هيبقى حطيت نفسك على طريق النجاح. الوقت اللي بتقضيه مع الانسان الداخلي ده في الاخر هيبقى موضوع النجاح. العدسه الرابعه هي بص بتدقيق على الحاجات اللي حضرتك بترميها من ايدك. في حاجات كتير قوي بتتحط في ايدينا واحنا احيانا ما ناخدش بالنا بقيمتها. يعني في قصه لطيفه برضو على راجل صياد خارج الصبح بدري في الفجر قبل الشمس ما يطلع عشان يروح يصطاد. فيعني قبل ما مستني الشمس تطلع فهو قاعد كده، فابتدى يسلي نفسه وهو مش شايف، الدنيا ضلمه، فقعد ركن كده على شاطئ النهر اللي هو قاعد عليه، فلقى شنطه كده زي يعني شوال كده، فشوال محد ايده عليه فلقى حجاره،
فلا يعني بيسلي روحه مش شايف حاجه، فمد ايده جوه الشوال طلع حجر وراح رميه على الميه عشان يسمع الحجاره وهي عماله تنط على الميه، فعجبته اللعبه دي، فراح واحد واخد حجر تاني وابتدى يرميه كده، والتالت والرابع. المهم بعد شويه من اللعبه دي الشمس ابتدت تطلع، فهو بيمد ايده، كان طلع في ايده اخر حجر، فيبص على الحجر لقى حته ماس. فالراجل عمال يعمل ايه؟ عمال يرمي، عمال يبعتر لانه مش شايف. احيانا كتير قوي احنا نعمل كده، ربنا يحط في ايدينا حاجات غاليه بس احنا بنحس ان هي ايه، مجرد فور انترتينمنت، فتبتدي نرميها. زي ايه؟ ايه حتة الماس اللي احنا، حتة الماس اللي احنا احيانا بنترميها؟ الوقت مثلا. الوقت ده عباره عن بالظبط حاجه كده، عباره عن قطعه من الماس. انت لو سالت اي حد في الجحيم نفسك في ايه؟ هيقول لك نفسي ارجع على الارض 5 دقايق عشان اصلح كل حاجه. احنا عندنا 5 دقايق نشكر ربنا، و10 دقايق عشان لسه موجودين لغايه النهارده. احنا الوقت ده بيبقى ثقل علينا، عايزين نبعطره كده بس. وحتى هنا الترم المشهور يقول لك اي ام كيلينج تايم. كيلينج تايم يعني ايه؟ اي ام ام سوسايد، ام كوميتنج سوسايد، انا بنتحر. لان الوقت ده عباره عن بلوكس كده، هو عباره عن حياه. انا مش بقول كده ان اي انترتينمنت غلط ولا ملوش مكان، كل حاجه ليها وقت وليها مكان، مفيش حاجه غلط، ولكن الوقت يا ترى يستثمر ازاي بحيث ان يبقى فيه وقت لكذا ووقت لكذا ووقت لكذا، ما يبقاش اليوم ما بين الشغل وما بين القعاد على الانترنت وبعد كده اقول ما لحقتش ان انا اصل. العلاقات مثلا، كتير قوي من العلاقات احنا بنرميها بنضيعها وناخدها كده يعني فور جرانت، او نتعامل بطريقه فيها نوع من التعالي على الشخص ده، او ان انا زهقت من الشخص ده وبعدين الشخص ده يختفي، وساعتها نبتدي نبص بقى نقول ياه ده فين ايامه. طب ولما كانت ايامه دي كانت موجوده، الحاجه دي كان قدام عيني، كنت عايش معاه وكان بتشوفه طول الوقت. هذه من الحاجات برضو اللي ياما احنا بنضحي بيها او بنرميها كده. ان الانسان يكسب الاخرين مثلا، بدل ما هو ياخد إيه ده مش عاجبني نرمي، ده مش يلا اقلب. في الاخر كل الحاجات دي هنرجع نبص عليها ونقول يا ريت ان احنا كنا استثمرناها. فرص التعلم مثلا، كم مره جات لي فرصه ان انا اتعلم وان انا يعني ارتقي من حالي، والفرصه دي ضيعتها لسبب او لاخر. الوقت اللي انا بقضيه لوحدي مع ربنا، الخدمه والفرص بتاعتها، كل الحاجات دي عباره عن قطع من الماس والجواهر اللي ممكن كتير قوي احنا بنرميها. بص كويس على الحاجه اللي في ايدك قبل ما ترميها. الحاجه الخامسه او العدسه الخامسه والاخيره، العدسه دي اللي هي بتقول ايه؟ ان العالم عباره عن مرايه كبيره فاحسن الوقوف امامها. يعني ايه العدسه دي؟ قصه برضو لطيفه برضو فيها كده يعني قصه، يعني المعنى اللي انا عايز اقوله. يقولوا انه في بيت للمرايا كده، وبعدين الناس اللي هم قائمين على بيت المرايا ده، فتاني بيفتحوا البيت الصبح بتاع المرايا ده، انتوا عارفين زي الملاهي كده، فلقوا كلب ميت. فاستغربوا قوي الكلب ده مات ازاي ودخل ازاي، فبصوا في الكاميرات فلقوا ايه؟ لقوا ان الكلب ده دخل بالليل وهم بيقفلوا الباب ما خدوش باله دخل. فالكلب لما دخل بيت المرايا ابتدى يبص حواليه، فلقى ايه؟ فلقى كلاب كتير، فانزعج، فابتدى يعمل ايه؟ ابتدى ينبح. فلما حصل ابتدى ينبح، حصل ايه؟ لقى 100 كلب بينبحوا عليه، فابتدى يتوتر زياده، ففي خناقه، هو بيتخانق ضد كل دول، فابتدى يخبط في المرايات من التعب وقع مات. احيانا الحياه بتعكس صورتنا. يعني ايه؟ لو انا شخص عدواني فبرسيف الناس كلها ان هم ايه؟ ان هم عدوانيين. بصوا احبائي اقول لكم على حاجه، الشخص اللي يقول لك ايه كل الناس اللي في كنيسه وحشين، عندك مشكله، انت واقف غلط، انت واقف غلط. الدنيا مرايه هتعكس صورتك في الاخر. اقف كويس، اقف مبتسم عشان تلاقي الناس تبتسم. حاجه على فكره طبيعيه عند اغلب الناس، انك لما تبتسم في وش حد يبتسم لك باك. most of the people are كده. ليه؟ انت وقفت قدامه اديته احساس بالامان، الشخص اللي قدامك ده بقى ريلاكس فابتسم في وشك او التقاق بترحاب. الدنيا مرايه، اقف قدامها كويس عشان هتعكس صورتك. دي حاجه لازم مهمه. واحد زي يوسف ده، يوسف ده كل الناس بتصاحبه في اي حته، في السجن بيصاحبوه، في بيت فوطيفار الناس بتحبه. ليه؟ عشان هو شخص ايه؟ حبوب. انا كتير قوي مثلا واحد يقول لك انا ما ليش اصحاب، كل الناس مش عارف. اسال نفسك ليه ما لكش اصحاب؟ ما انت عشان الناس صاحبك لازم انت تبقى فريندلي. يعني يمكن الحكايه دي محتاجه اعاده نظر، انت برضو مقدم نفسك ازاي؟ لا خلاص خلص، حاضر ثانيه واحده، فاضل دقيقه بس.
شاول الملكة، وهو على طول بيفكر داود عايز يأذيني، داود عايز ياخد مني الحكم، ولا عايز منه حاجة خالص. امال هو ايه اللي حصل؟ قلب الدنيا حوالين نفسه، لان هو عدواني، لان هو شخص في ذهنه فكرة الحسد والغيرة، فهو شايف الناس كلها بتغير منه وبتحسده، هو دي صورته هو، فاتعكست على العالم اللي هو عايش فيه. واحد زي هامان في قصة استير، هو واقف غلط، واقف شايف اشمعنى ده ما يسجدش ليه، الذات بتاعته بقت حاجه مشكله بالنسبه له، سببت هلاكه في الاخر. عشان كده احباء، لو احنا عايزين العالم يعكس لينا، والعالم هنا يعني خلينا اصغره كده، اقول في غالبيه الاوقات الناس اللي حواليا، لو عايز الناس اللي حواليا يعكسوا لي مثلا الجنتلنس، الشكر والعرفان، الاحترام، الكرم، يمكن انا محتاج اتحلى بالحاجات، وقف اقدم نفسي بيها للناس اللي حواليا، يمكن لما اقف قدام العالم بالصوره دي الصوره في الاخر تنعكس عليا. اخر حاجه، قصه برضو في نفس الموضوع، بيقول ان في واحد راجل كان بيزور اديوره في حته معينه كده، وكل ما يخش دير يتعلم منه حاجه، لغايه لما دخل دير فلقى الدير ده مختلف خالص عن بقيه الاديوره، الناس اللي فيه مسالمين قوي، والرهبان اللي فيه اكسترا نايس يعني، واي حاجه هتعدي معاهم. فراح لواحد من الناس اللي هناك من الرهبان، قال له عايز اسال، هو انتوا كده ليه؟ اشمعنى انتوا الدير ده فيه روح كده، روح مختلفه خالص، نحسها حتى من على الباب، الناس كلها مبتسمه وسهله وبتقبل اي حاجه ومحدش معترض على شيء. قال له انت عارف احنا القصه دي منين؟ اقول لك بقى، احنا عندنا اب هنا، الاب ده كان في وقت من الاوقات وهو يعني مريض، فانا كنت بخدمه، فالمهم وانا بطبخ له كده كنت بعمل له اكله، فانا مديت ايدي على الشلف عشان اجيب شويه عسل احطهم على الاكل، فايدي جت على علبه بتاع زيت الكتان اللي بيعملوا بيه الشمع، فرحت واخد من زيت الكتان وحطت على الاكل عشان اعمل الطبخه يعني، وبعدين حطيت قدام ابويا الراجل رئيس الدير. فالمهم هو راجل تعبان، خد معلقه داقه وابتدى ياخد المعلقه الثانيه المعلقه الثالثه، وبعدين قال له انا شبعت. فقلت له ليه يابا بس شبعت ايه؟ ده انا عامل لك اكل حلو، معلش خد واحد لا كمان بس، انت تعبان ومحتاج تاكل. قال له معلش يا ابني انا يعني، قال له معلش عشان خاطري. فراح الاب ده رئيس الدير راح واخد معلقه تانية ومعلقه ثالثه، قال له خلاص كده. قال له ليه بس؟ ده انا عامل اكل انا تعبان فيه، ده الاكله جميله، دوق كده. فهو بيقول انا بدوق كده لقيت الحاجه جوايا مراره انا ما استحملتهاش من معلقه واحده، فخدت بالي بصيت على الحاجه لقيت نفسي ان انا جبت زيت الكتان بدل العسل، فقعدت اندم وانا اسف حقك عليا. قلت له انت اكلت منها ليه؟ ما قلتليش ليه من اول معلقه؟ فقال لي ابويا، قال لي بص انا قلت ايه؟ قلت اكيد ربنا قال لو انت النهارده كنت عايز اخليك تدوق العسل كنت خليت الاخ يحط عسل. فقلت في ذهني يمكن ربنا النهارده قال لي انت من مصلحتك ان انت تدوق حاجه في زيت الكتان، فانا بلعتها وخلاص، انا قلت جايه من ايد ربنا مش من ايدك انت. فقال له عشان كده الاخ الاب ده صورته انعكست علينا كله. هو الراجل وقف صح، هو ما عادش يعلم، هو وقف صح، فلما وقف صح العالم عكس الصوره الجميله دي. زي ما قلت لحضراتكم يا احباء، اللي اتكلمنا فيه النهارده ده العدسات والمبادئ قناعات، والقناعات هي بدايه التغيير. حتى لو انا لسه حياتي فيها حاجات كتيره قوي حواليا، ويمكن في حاجات ما اقدرش اصلحها دلوقتي anymore، بس still I can be successful، انا لسه برضو اقدر احط نفسي على طريق النجاح لو غيرت قناعاتي وحطيت عيني على ربنا اللي علمنا الحاجات دي. لإلهنا المجد الدائم الى الابد. بشكر طولة انتكم.